عالم تفضل تسحب برا، عالم موجود سبع ساعتين ما حط رجل ماكو بعد بالصدرين. اي والله، واكل طيب ورخيص، هاي الجيمر والكاي ولا هذا كله رخيص يعني. اي الحمد لله يعني، ها بس هالسنه ولا كل سنه ماكو. جواشك حج احد، جواشك كارتي القديم واحمد شكرتي موجودين، وانها قد قدما فهسه من بعدهم اولادهم قسم موجودين قسم راحوا، يعني شلون اقول توفوا الله يرحمهم الكبار. فهسه موجود نوزار شكرتي، حلوات نوزار شكرتي هنا بالصدريه، هو يعني درجه اولى بالنسبه له حاليا يعني الوقت. هو من قديم، هو كان يشتغل صانع ويوم هذا نوزار شكرتي ويوم الى نتعلم تكون سوى محل ما شاء الله، والله وفق الحمد لله والشكر. فهسه هو بديلهم تقريبا هنا بالصدريه، يعني اجواء حلوه يعني العالم من كل مكان يجون هنا. هسه بالليل، هسه بالليل من بعد ال 12 ساعه 12 لو تجي للوحده للثلاثه الاربعه هنا ما شاء الله. بارحه يعني ماكو مجال يقعدون اصلا العالم، يعني واقفين وياكلون ما شاء الله. اجواء رمضانيه حلوه هنا والعالم ملتمه. اول شيء هذا تراث، اول شيء هذا تراث. ثاني شيء طبعا احنا كعراقيين تقريبا ما اقول لك 100% 90% من العالم اصلها شعبي، نحب التراث، القعدات الشعبيه القديمه، نميل للتراث اكثر شيء، نميل للتطور وهذا اللي تكيت الحاضره، اضافه لانه طبق الشعب العراقي 70% طبقه فقيره مستوى دون الادنى، الطبقه الباقيه ما، فهذا اللي نحبه، متالفين قلب على قلب، يعني هذا الشيء. اكو ناس هسه انا اعرف ولا صديقي جاي من الكرخ من فول من المنصور بيته، يجي يوميا هنا يسحر وياي، يسحر سوا، هسه خابرني بعد ربع ساعه يوصل. الرخص طبعا انا هسه دا اروح للمنصور دا السحر هاي اقل شيء ما اقدر الا 10 15000 دينار، بس هنا هسه سحرت هسه ب 1000 دينار وبطل لبس ب 500 واذا اشرب شاي بربع، يعني صير سحر ب 1000 ربع. والله مو واحد يغير جو نفسيته ارتاح، مو ما يقدر يضل كله بالبيت، ومثل ما شفنا الاجواء كلش حلوه وتحس برمضان موجود صحيح. والله يا استاذي المناطق الشعبيه بيها يعني تراث واحس بيها يعني حياه في المناطق الراقية، يعني بيها الفقير وبيها الزنقين وبيها الطبقة العاملة، فتحس أكو حياة بيها. والله أقبال كلش 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 روعة، يعني للصبح تقريبا العالم كثافة. أنا من محافظة النجف، كل رمضان أنا بالصدرية، الصدرية ناس طيبين وحلوة الأجواء هنا لطيفة كلش. العالم اللي فيها ناسها أهلها طيبين، وتراث هاي الصدرية تراث هسه يعني من الطب، هاي المناطق تتونس، يعني هذا النهار تخلصه أنت ما تدهيس لا ولا تقول أنت صاحي، سبحان الله حبيب قلبه.